السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي المغاربة، كنتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. بوجه مكشوف خوكم أيوب كيترجاكم في هذا الفيديو، كنترجاكم في هذا الفيديو أنكم تفاعلوا معايا، وحتى شي واحد حتى شي واحد ما يخلي الفيديو يوقف عنده. هذا الفيديو هذا ما بغيت حتى شي واحد يوقف عنده، واللي لقى صحته يحمد الله ويشكره. خليكم معايا واجي ونشوف أمي حادة. أمي حادة اللي معانا في الصورة، أمي حادة بحالها بحال أي أم، أمي حادة بحالها بحال أي أم، تقاتلات وناضلات وولدات وكبرات وضحات بالصحيحة ديالها احتاج الابتلاء. أمي حادة مريضة، أمي حادة محتاجة لينا كاملين. أمي حادة غادي نسمعوا ليها شنو كيضرها وغادي نشوفوا شنو كاين بالضبط. أمي حادة شنو كيضرك أمي حادة؟ السلام عليكم ورحمة الله. انا مريضه بالكبد، بالكبدة شي سنين دابا، وانا مريضه تنعاني بالكبدة، عندي تشمع، عندي تشمع، واليوم صبرت واخا كنت مريضه بديك 6 سنين، وكنت نخدم بها وكنمشي باش نشري الدواء. سمحي لي امي حاده غادي نقاطعك، واش عرفتوا اخوتي شنو هو التشمع الكبد؟ واش عرفتوا شنو هو التشمع الكبد؟ جوج دوايات في مده شهر 5000 درهم. ما كرهتش شي واحد فيكم ياخذ هذه وشي واحد اخر يشري هادي، لان امي حاده الكرش ديالها كتنفخ ليها. كيفاش كتنفخ لك امي حاده الكرش؟ تنفخ ليا، ما تقدرش بالماء، ما تنقدرش مثلا نعس. ما هو دابا كرشك كتبان لينا منفوخه، منفوخه كرشي دابا، راه الله حيدته دابا شي 8 ايام دابا كرشي. انت شوف انت وشحال تقريبا ديال، كيفاش دايره؟ فهمتي انا تنشوف خوتي المغاربة، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين. أي واحد شاف هذا الفيديو ويشوف أمي حادة كالأم ديالو عندها فوق 5000 درهم ديال الدواء شهريا. راه ما كنهضروش على الدواء ديال 500 درهم ولا 200 درهم ولا 70 درهم، هذا راه الدوام. وكتعرفوا العملية ربما اللي كتجاوز 200 مليون حتى 300 مليون ديال زراعة الكبد. بناتهم مستعدين يضحيوا بالكبدة ديالهم ويديروا المستحيل على أمهم، ولكن كما كنقولوا الدوام هذا، وكاين دوايات وكاين مصاريف وغير سير واجي والطوبيس هو الاخر. الا جيتي تحسب لي في الاخر الشهر كتلقاه كارثه. امي حاده شنو الرساله ديالك للمحسنين اللي كيشوفوا هذا الفيديو؟ انا كنطلب انا من المحسنين والناس والجمعيات والناس المحسنين اللي كيديروا الخير، شوفوا من حالتي ويعاونوني. الدواء غالي وانا كنطلب منهم، ما كرهتش ندير عمليه، انا راه كنتكره. كملي امي حاده كملي. تمحنت بالماء كل خطره، غادي نحيد بالماء كل خطره، نحيد الماء والدواء غالي عليا، وما عندي لا باش نشري الدواء الكبده ولا باش نشري الدواء لا داك باش نحيد الماء. عندي 66000 ريال في الشهر. امي حاده غادي نقاطعك وغادي نديروا واحد الاطلاله على هذاك، واحد الصوره ديالك وانتيا كتحيدي الماء، وغادي نشوفوا كميه ديال الماء شحال كتخرجي من الذات ديالك في الوقيته اللي كتستعمل امي حاده هذا اللي كيلعب الدور ديال الكبده. عرفتوا الثمن اخوتي ديال هذا شحال؟ راه ما كاين ما نخبي عليكم، ها انتم 1096 درهم، عندها 3 من هذا في الشهر، هي 66000 ريال قل 12 درهم. والصوره ديال امي حاده وهي كتعالج، ها انتم كتشوفوا اخوتي في الصوره، ها هي في السرير ديالها، بوديزه ديال 5 لتر وقرعه ديال الماء ديال لتر ونص، لتر ونص اللي كتحيد من الذات ديالها، كتخرج مسهوته مكرفسه. خوتي المغاربه كنعاود نترجاكم، امي حاده منا كاملين، اقسم بالله العلي العظيم الى الصحيحه ديالها، وانا كنحط يدي عليها دابا، راه ربي اللي عالم بها وكيحس بالمزود غير اللي مخبوط به. هاد جوج دوايات علين 5000 درهم، ما هضرناش على الدوايات الاخرين. حنا هنا ما بغيناش الفلوس، ما بغيناش الفلوس. اي واحد قدر ياخذ شي دواء ويتواصل مع امي حاده ويفرحها، الله يفرحه في الجنه، راه ما غنديو معنا حتى شي حاجه في الدنيا هذه. انا كنترجاكم بعد الله، ربما هي مسكينه راه كتخذ لها الكلمات وغير بغات تبدا تهضر، بغات تبدا تبكي، لان هي اللي حاسه بالدقه. ورقم ديال امي حاده هو على الشكل التالي: 06 23 38 22 22 29
39 غنعاودوا لكم الرقم ديال الهاتف ديال امي حاده اللي هو 06 23 38 22 39 امي حاده شنو اخر كلمه تبغي تقول للناس اللي كيشوفوك؟ الناس اللي كيشادوا لهم كنطلبهم يعاونوني تترجعهم يعاونوني في الدواء وكنطلب منهم انا ما كرهتش ندير العمليه انا تكفزت نحنت تمشي للسبيطار تنخرج مزهاب عند بوديني ومتكين بناتي على سميتو تيعاونوني باش نهضر تخرج سخطانه وكندوز الدواء بالغالي الدواء هو غالي تتشوف فيه بشحال كيدير كرطونة كدير تنين قريعة ديال صغيرة كدير 22 كندوزها مع هذاك الدواء شي كنتمنى من خوتي المغاربة والناس المحسنين كنطلبهم يعاونوني ويوقفوا معايا ويساعدوني هادشي اللي كنطلب من هاد الناس اللي الناس المحسنين اللي باغي تيديروا الخير. الرسالة واضحة كنتمنى انت اخويا وانت اختي اللي كتشوف هاد الفيديو هذا ما تخليوش يوقف عندكم ما قدرتيش تعاون غتشد هاد الفيديو غتبارطاجيه مع الناس اللي كتعرف لعل وعسى يتواصلوا مع امي حاده ويفرحوها. ان شاء الله في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.